في رجل شاب من أهل اليمن، لكن عايش طول عمره في المملكة العربية السعودية من أيام ما كان أبوه موجود في المملكة، من الثمانينات إلى أواخر التسعينات. الولد كبر وأبوه توفى وأمه توفت وما عندهم إلا هالولد هذا، وقرر أنه خلاص يرجع إلى مسقط رأسه في اليمن. رجع معاه تقريبا تحويشة العمر 400,000 ريال يمني، في التسعينات كانت يعني هالمبلغ هذا يعتبر ثروة. المهم رجع إلى محافظة إب، إلى منطقة اسمها جبلة اللي كان يعيش فيها أول أهو وأبوه وأجداده يعني، فقرر أنه يستقر فيها ويشتري له بيت ويشتري له أرض يزرع فيها ويشتري له سيارة ويتزوج ويضبط أموره والفلوس موجودة. لكن تفاجأ بشيء، كل ما يروح يتقدم حق أي بيت يعني يعرفهم من أهل المنطقة هذه يرفضون أنه يعطونه بنتهم. ليش؟ هذا طول عمره في المملكة العربية السعودية وما يعرفون يعني لها أصول، أو ما في أحد من أهله عايش يعني في منطقة جبلة، فالكل قام يرفضه، قام يغريهم بالفلوس. يعني إذا كان أيامها المهر لما يتزوج البنت اليمنية يدفع 30,000 ريال يمني، كان يبي يدفع أكثر علشان يغري أبو البنت اللي تقدم لأنه يوافق. الكل كان يرفض وما تشكل لهم سالفة الفلوس هذه أي شيء، لأنهم شنو يفكرون أن هذا بكرة ممكن يأخذ البنت وما يستقر في اليمن ويرجع مرة ثانية إلى المملكة العربية السعودية، وهم ما يبون بناتهم يروحون بعيد عنهم. فتقدم أكثر من عائلة أكثر من عائلة وانصدم بالواقع وبدأ يتحبط الرجل شو يسوي. في آخر مرة شاف له أحد العائلات، وهذا رجل يعني سمع عنه أنه رجل يعني ملتزم وأنه رجل يعني يخاف الله وأنه ممكن تفكيره يكون غير باقي أهل المدينة هذه أو المنطقة اللي عايش فيها، أن هذاك يرضى يعني هذا كل واحدة ونصيبها، وحتى لو أنه يستقر ولا ما يستقر يبقى هذا زوجها. قال خليني أجرب، وعنده بنت وهذا رجل يعني يمدحون الكل. راح وتقدم، قال يا حبيبي لا تفكر أن أحد من أهل المنطقة يزوجك، ترى الكل يخاف على بناته وانت رجل يعني ما انت مستقر وتوك راجع وطول عمرك في السعودية وانت وأبوك، يعني انت بأي لحظة ممكن هني ما يجوز لك الوضع وتمشي. زين شنو مصير بنتي بعدين؟ لا والله اسمح لي انا ما زوجك. طلع الرجال من عنده وهم متضايق، وراح الى احد الحارات وجلس جنب بقالة يعني متضايق وصكب فيه الدنيا ومنزل راسه يفكر ويسولف مع نفسه. المهم وتمر عليه عجوز، وبالمناسبة لما أقول عجوز مو كل العجز مثل شخصية اللي أذكرها بالقصة، لا في عجز هذول أصلا بركة الدنيا هذه، يعني يا حظ اللي عنده عجوز ببيته تنور له البيت. فمش كل عجوز نفس الموجودة في القصة، ولا كل شايب نفس الموجود في القصة، ولا حتى الشاب ولا الفتاة، لكن الناس أجناس مختلفة. مرت هالعجوز عليه وتشوفه يسولف مع نفسه، وهذا تعرفون في بعضهم يعني فيهم فضول وفيهم ناس تدور السوالف. من بينهم هالعجيز هذه جت عنده، قالت له ايش فيك انت تفكر وما ادري شنو تحرش فيه كذي تبي تطلع منه العلوم؟ ويلتفت عليها يطالع يقول انا ماني فاضي لك حجيه، انا متضايق وعندي مشاكل، الله يخليك فكيني من شرك. المهم جت وقعدت جنبه، قالت له ايش فيك قول لي انا احل لك مشكلتك وانا
خبرة في الحياة ومر علي العلوم والسوالف، وصدقني بلقالك حل. قال لها ما في، يعني أنا كنت متغرب من سنين طويلة وتوني راجع بستقر في مدينتي اللي عاش فيها أبوي وأجدادي، وقلتها بتزوج في البداية عشان أستقر وأشتري بيت لكن كل ما تقدم حق عائلة يرفضون. قعدت تضحك، قالت بس هذا موضوعك؟ قال لي والله. قالت شوف، ولد زوجك البنت اللي انت بيها، قال لها لك هدية مني يا حجية 50,000 ريال. تدرون شلون 50,000 ريال؟ يعني هذه العجوز هذه تقعد طول عمرها ما تجمعها، هذا ايامها وتطير العجوز. قالت له افا عليك، بس شوف البير، تعرف البير اللي يسقون منه الناس الماي وكذا، واللي يسقون دائما هم البنات، بنات القريه وحريم القريه، ابيك تروح هناك وتقعد يوم يومين ثلاث خذ راحتك وتشوف اجمل بنت تطيح عليها عينك تقول لي انا ابي هذه، واترك الموضوع علي. قال لها الحين انا ما احد راضي يعطيني اي بنت، تبيني اشوف اجمل؟ قالت انت ايش عليك، انت بتعطيني 50,000 ريال ولا لا؟ قال لها والله من عيوني. قالت روح وشوف اجمل وحده وانا اجيبها لك. قال لها تم اكيد، وين بيتك حجي؟ قالت هذا بيتي، بس تعال طق على الباب قول ام فلان. اكيد يا حجي. قالت روح بس. قال خذي هذا مقدم 5,000 ريال، باقي لك عندي 45,000 ريال اذا جبتي لي البنت اللي ابيها، وترى بعطيك زود. قالت اقول روح بس، روح شوف شو اللي تبي تعال. ويروح يقعد عند البير ويتصيد هالبنات اللي رايحين ورادين، وتطيح عينه على وحده. في البداية هو أول ما شافها راح يدور سلاح يبي يصيد، يحس بغزال. طلعت مو غزال، طلعت إنسانة وشايلة على ظهرها اللي هي الجربة هذه، تبي تروح تعبي ماي وترجع البيت. يا هي بنت، صاروخ. مو أنا اللي أقول، اللي روى القصة يقول، أنا مالي شغل. المهم وتطير عينه ويقعد يلحق البنت لين عرف وين بيتهم، ويميل على الحجية العجيز. لا والله تهبى ما هي حجية العجوز هذه، ويطق عليها الباب. أم فلان قالت هلا. قال لها لقيت واحدة. يا أم فلان تكفي، مو 50,000 لتش 100,000 ريال إن جبتيها لي. قالت تتكلم جد أنت؟ ترى أنا راضي بالخمسين. قال لها لك 100,000 ريال إن جبتها البنت لي، إن وافقوا أهلها يزوجوني إياها لك 100,000 ريال. يعني هو أصلا جامع تحويشة عمره 400,000، ما عنده مشكلة يعطيها 100,000. خلاص الرجل صنف على هالبنت. قالت لها اعتبرها زوجتك. وين بيتها؟ قالت ذاك بيتها. وتطير العجيز وتطق عليهم الباب ومرحبا، وطبعا دخلت عليهم بحيلة، يعني تشرب شيء، تاكل شيء، تبي شيء. يوم طلعت وتروح حق الشاب هذا علشان تقول له شنو ظروف البنت اللي هو حاطها في باله. قالت له شوف، ترى البنت اللي انت شفتها من دون هالبنات اشهد انها جميلة صراحة، لكن البنت متزوجة وصك فيها الدنيا. قال لها لا تكفين غير هالكلام. قالت حاجيك متزوجة مو متزوجة، انا قاعد اقول لك اعتبرها زوجتك، بس مسألة وقت. قالت تكلمين جد؟ قالت انت ايش عليك، انت بيها ولا لا؟ قالي والله تكفين تكفين، انا افدها هالوجه هذا. قالت اف عليك بس،
والله ما طلبت إلا عزك. بس شوف الحين في خطة، أبيك تمشي معاي خطوة بخطوة. أول خطوة إنك أبو البنت وهلها وبيت البنت ما تقربه أبدا، ما تروح صوبهم ولا تتعرف على أبوها، ولو إنك الصادفة بأي مكان حاول إنك تهرب، لا تخليه يعرفك. قال لها تم، واترك الخطوة الثانية عندي. وتروح العجوز اليوم الثاني عند أم البنت وتسولف معاها وكذا، وشلون بنتك. طبعا عرفتهم، عرفت أهلهم. أقول لكم هذا عجوز ما عنده شغل، تدور بس السوالف. وطلعت البنت هذه متزوجة ولد عمها، وولد عمها فقير جدا، رجال يشتغل في حراثة الأرض، يعني وضعه يعني يا الله يعيشها ويعيش نفسها. وتقعد العجوز تلعب براس أم البنت، شلون مزوجة بنتك الجميلة الحلوة هذه حق ولد عمها الفغير هذا، هذا شلون يعيشها، وانتم مو مستفيدين منه ومن هالكلام. لا، وقامت أم البنت بعد سولف حق العجوز، قالت اي والله عطيناه وتندمنا، البنت كل ما تحتاج شيء زوجها ما عنده يدفع، وتجي تسلف من أبوها، ومرات أنا أعطف عليها وأعطيها، لكن إحنا ندور الستر. قالت له هذا كلام فاضي، شنو الستر؟ اسمع الكلام اللي بقوله لك. قالت شنو؟ قالت بنتك عندي لها عريس فلوس، والرجل دفيان وعنده خير، وبيعطي بنتك مهر كبير، وبيشتري لها بيت، وانت بحوشك بعد هالمبالغ وهالذهب، وحتى زوجك راح يستفيد. الام افتر مخها شوي، قالت شلون بنتي متزوجه؟ قالت اترك عنك، احنا نخليها تطلق منا ونزوجها الغني هذا ونعيش كلنا بسعاده. قالت والله صدقين والله خوش فكره، هم بنت يعني تعبانة معاه. قالت بس خلاص خلينا نعرض الموضوع على بنتك. قالت تم، ويروحون حق بنتها. طبعا زوجها كان بالمزرعة يحرث، ويجي المسكين ملابسه تعبانة، والرجال تعبان، ووضعه تعبان، وهذه هالجميلة الجوهرة المكنونة داخل هالبيت المتواضع، وتجيها أمها والعجوز ويلعبون براسها وش لك فيه. وقالت والله يا يما أنا تعبانة معاه، وضبطت معاهم السالفة وغروها بالفلوس. وقالت تم أكيد. قالت لا العجوز المعرس ورا الباب، الحين تبين أجيب لك الحين، بس انتظرين تخلص من زوجك بطريقة سهلة. قالت شلون؟ قالت في البداية كرهي بالعيشة معك، تعامل معاه بقسوة وكذا لين يزعل ويمكن يطردك من البيت، ولا رحتي عند بيت أهلك اطلب الطلاق ولا ترجعين. قالت خلاص عطيني كم يوم. وفعلا الزوج كل ما رد مسكين من هالمزرعة، ويبي أحد يسوي له أكل، أحد يرتب له ملابسه، قامت تتأفف، رجاء أنا ماني فاضيت لك، أنا كأني شغالة عندك، أنا كأني ما أدري شنو، حياتي تعيسة، وصراحة أنا كرهت العيشة معاك. بسم الله إيش فيك يا بنت الحلال؟ تزوجتيني وأنت تدرين أنا رجال على باب الله، وإن شاء الله الله يرزقنا ويصير عندنا عيال. قالت لا 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 الحمد لله إن للحين إحنا في بداية الطريق وما عندنا عيال، يا تعدل وضعك يا طلقني. بسم الله الرحمن الرحيم، أذكر الله يا بنت الحلال عيني خير. قالت حبيبي فكنا من شرك ومن شكلك الـ يعني قصدها اللي هي يعني ايش فيك بطاطا تكلم، قصد يعني شكله اللي هو لا حول، قصدي يعني ان ملابسه الرثه من حراثة الارض وكذا. المهم الرجل استخف، قال ما يخالف يمكن فيها شيء، تعبانة مريضة صاير عليها شيء تحملها.
والرجل مو من أول مرة عاد يفصل على المرأة يعني أو يزعل عليها ويبادلها، لازم يتقبل شوي يشوف شوي شوي في شيء مزعلها ولا لا. أو فعلا أول يوم ثاني يوم أول أسبوع ثاني أسبوع كره العيشة معاها، قام المسكين يتشكى حق ربعه وجماعته وأنا عندي مشكلة مع زوجتي ماني عارف شلون أتفاهم معاها وتسوي فيني كذا وأسوي فيها كذا والكل كان ينصح يقول له يا ابن الحلال ما يخالف والله هي ما تلام، أنت وضعك تعبان وشكلك مقصر عليها. قال هذا الحال هذا يعني هذا وضعي شو أسوي؟ قال ما يخالف اصبر عليها وإن شاء الله أنها تأقلم وبنت حلال وبنت أجاويد وتصبر عليك. أو فعلا الرجل ساكت ومتحمل يعني تعاملها القاسي معه. البنت طولت على العجوز ما ردت لها خبر، كلمتها العجوز بعد أسبوعين ها صار، قالت والله أبدا ولا مأثر في شيء، أحاول فيها كرها ما أنام جنبه ما أسوي له أكل ما أنظف ما أغسله ما أسوي له أي شيء، والرجال ساكت ومتحمل يروح من الفجر للشغل ويرد تعبان ينام ويرجع مرة ثانية للشغل ولا حتى قام يطلب مني شيء وساكت، حتى مراته غلط يعني يبلع السالفة ويسكت. قالت لا أجل لازم ننفذ خطة باء. قالت خطة باء؟ وتلتفت أم البنت خطة باء؟ قالت إيه خلاص قلنا إحنا خطة باء من أول، شو تكررينها أنت؟ خطة باء يعني الخطة الثانية. قالت شنو؟ قالت بجيب لك قطعة من القماش. وفعلا هذا العاشق الولهانة حين أبو الفلوس رايح جايب قطعة قماش خام لكن من أجود أنواع القماش، والظاهر أنه جايبها من برا لما جاء من المملكة العربية السعودية أو جايبها من مكان يعني، لكن غالية ومو موجودة في كل مكان. وقايل حق العجوز أنا بعطيها هدية حق البنت عشان شوي شوي يكون لحد ما تخلص من زوجها. ففعلا العجوز راحت جابت هالقطعة وعطتها حق البنت. قالت شو سوي في هذه؟ قالت عطيها لزوجك وقولي له شوف تجيب لي نفس هالقطعة هذه ولا قسما بالله اني ما اقعد عندك في البيت، وهذا اختبار لك اذا انت تحبني ولا لا، واذا ما جابك ازعلي وروح بيت اهلك وتطلقي. قولي يبا هذا ما منه فائدة حتى قطعة قماش يعني ما جابها لي. قالت والله فكرة، وفعلا عطت الزوج وقالت له جيب لي نفس هالقطعة، هذه قطعة من زميلتي صديقتي يعني وجايب لها زوجها ويحبها ومن هالكلام وأبيك تجيب لي نفسها ولا قسما بالله ماني قاعدة عندك في البيت. والزوج بعد صار له كم يوم يعني متضايق منه ويبي يراضيها بأي طريقة، قال هذه هم فرصة وياخذ القطعة. قال حاضر من عيوني. ويقعد يدور في محافظة إب كلها ما في، ولا في المدينة اللي هم عايشين فيها اللي هي قبلة، راح سافر أو مشى إلى محافظة اللي هي صنعاء العاصمة صنعاء ويدور هالنوع هذا من القماش ما حصل، ويروح إلى تعز ابتلش قال خلنا جيب له القطعة هذه وفتك يمكن ترضى وتهدى وترجع طبيعية مثل الأول. وبعد معاناة من البحث والتعب يلا حصل هالقطعة، ولا والقطعة طلعت غالية ودفع فيها كل اللي عنده واشتراها ورجع لزوجته قال لا تفضلي ترى والله عشانك رحت صنعاء ورحت تعز وما خليت سوق ما خليت مكان يبيعون فيه هالأقمشة إلا دورت عليها علشانك. البنت ما فرحت فيها تضايقت، قالت أنا بس أدور الشارع عشان أزعل وهذا مفتر اليمن كلها عشان يجيب لي، شوف الفقير رجال حد يعني فقير وتعبان وعنده أشغال والتزامات وصعوبات الحياة
ويركض يدور قطعة قماش عشان بس يراضي زوجته. في ناس والله يملك فلوس تولع فيها النار ما تخلص، وبخيل على نفسه وعلى زوجته وعلى عياله. نرجع إلى محور حديثه. راحت البنت وكلمت أمها والعجيز، قالت لهم يبا أنا ما عجزت معاه، هذا طلبنا منه القماش، راح سافر من المحافظة المحافظة يلا جابها لي، شو أسوي؟ قالت العجوز إذا ما في غير خطة جيم. خطة جيم؟ خطة جيم؟ قالت لي نعم خطة جيم، الخطة الثالثة. شوفي يا أم البنت، بكرة الصبح تكونين موجودة في بيت بنتك، وزوجها يكون رايح للأرض للزراعة الحراثة، شو تسوين؟ تجيبين اللي هو الشريم، يسمونه الشريم أو الآلة اللي يقصون فيها الزرع أو الحشيش أو كذا، فيسمونها الشريم أو الشرم يعني هذا، وتضربين بنتك في على رأسها لكن بشكل بسيط بس علشان يطلع الدم، وخلي بنتك تطيح على الأرض وانت طيحي جنبها، وأنا أروح ركض إلى أبو البنت وأقول له ألحق على بنتك وعلى زوجتك، بنتك ضربها زوجها بالشريم وطعنها فيه وكاد إنه يذبحها، ويوم تدخلت أمها تبي تنقذها وتساعدها قام وضرب زوجتك معاها، ونخلي أبوكم يتصرف مع الزوج ويضربه وتكبر السالفة وتطلقين. وفعلا البنت وأمها نفذوا الخطة بحذافيرها. اليوم الثاني قامت جرحت بنتها في راسها لين ساح عليها الدم، وسوت نفسها طايحة وهي طايحة جنب بنتها، قامت العجوز ركض ودخلت على أبو البنت، الحق 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 ايش فيه ايش فيه، قالت له الحق على بنتك زوجها طعنها بالخنجر اللي هو بالشريم، وتدخلت زوجتك في الموضوع تبي تنقذها قام وضربها وحالتها خطرة كذلك. انجن الشايب طبعا، هو الحين جاه بلاغ لكن لازم يشوف بعينه، على طول فزع طلع من البيت وقام يصارخ على ربعه وجماعته وعيال عمه ويركضون وراه، ايش فيك ايش فيك، قال تعال تعال وراي، ويدخل على بيت بنته، ولا هذه بنته سايح دمها وزوجته جنبها. قاموا عياله وعيال عمه يشيلون البنت والام يودونها المستشفى، والاب وربعه وجماعته راحوا الى المزرعه اللي يشتغل فيها الزوج. الزوج المسكين ما يدري وين الله قاطه، المسكين قاعد يحرس وحاط هالمحراثة على كتفه ويشيل الخياش ويحط تعبان، ويجيه عمه ومعاه مجموعة ربعة وجماعة وعيال عمه، ويمسكون الزوج أو يضربون ضرب بالحديد بالعصي بالمحراثة، كسروه كاد إن الرجال يموت على يدينهم، اتركوه مغمى عليه في الأرض على وشك الموت. قاموا الناس شالوه وودوه المستشفى ويلا هن انكتب له عمر. الزوج ما يدري هو ليش انطق وش السالفة، المهم اسمعوا بالسالفة منه، أهل الزوج عيال عمه وجماعته، ويتفازعون وتصير طحن بين أهل البنت وأهل الزوج الرجاجين مع بعض، واطلاق نار وواحد يحرق بيت الثاني ومزرعة الثاني، المهم ماتوا شخصين من كل الطرفين، هذا مات عنده واحد برصاص عشوائي وهذا مات عنده واحد، وتدخلوا العشائر والقبائل والسلطات الأمنية وفرقوا بينهم، والعجوز وامها والبنت يضحكون أبدا ولا هامهم اللي ماتوا، مو هامهم اللي انضربوا واللي تفرقوا الناس وتزاعلوا وتذابعوا، مو هامهم شيء، أهم شيء إنه شنو الخطة تنجح. إيش صار بعدين؟
يوم تدخلوا العشائر والقبائل والسلطات الأمنية وهدوا بينهم وحكموا أن كل طرف يدفع فدية للطرف الثاني لأنهم ما هم عارفين بالضبط الرصاصة طلعت من سلاح منه بالضبط، لأن الرصاص كان عشوائي يعني. هذول دفعوا فدية الرجال وهذول دفعوا فدية الثاني، وصار صلح بينهم وقرروا خلال المحاكمة أن الزوج يطلق البنت، وفعلا طلقها، والزوج يحلف ويقول أنا ما لي علاقة بأي شيء، يا جماعة هم ليش ضربوني إلى الآن؟ لكن صارت مذابح الحين، ما هم بحولة مذابح، أنت جاي تتكلم عن ضربة؟ المهم طلق البنت، فكنا من شرهم، خلوهم يبتعدون عنه وكذا. فعلا طلق وكل واحد راح بحال سبيله. الزوج المسكين مضروب وخذوا أمرته وما له ذنب، وهذول يلعبون من وراه، لكن في رب العالمين فوق يدري بكل شيء. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ما في حق يروح سبحانه. ايش صار يا ابو طلال؟ اسمع السالفة. الله يسلمكم، بعد ما انتهت المشكلة بين هالقبيلتين والبنت طلقت وعايشة عند أبوها وتحتاج إلى رجال يستر عليها ومن هالكلام، الحين جاء دور الخطة دال، وتجي العجوز وتقول حق الشاب اللي مستانس، قالت له بيك تقرب من أبو البنت. قال لها شلون؟ قالت عنده دوانية ويقعد يأكل فيها القات على بنا زايرهم، وانت من زمان ما جيت هالمدينة ومن هالكلام، وكلك يعني صيخين قات، قصدي ربطتين قات، وتونس معاه شوي. قال اوكي، وجيب معاك هدية. قال شنو؟ قالت له جيب له شيشة اللي هو تمباك، هذا ايامها بس اللي الشخصيات اللي عندهم الشيشة هذه. قالت يستانس عليك، هو ترى يعني يحب هالسوالف. وفعلا جاب له هدية وأنا زاير يا مرحب وسلم عليكم يا أهلي وجماعتي، ويقعد يستانس على الشاي يوم شاف الشيشة وكذا. وهذا قام يجيب القات على حسابه، والشاي بمكيف قات وما أبطه ما يصح طويل. المهم يوم يومين طاحت الميانة، قام الشاي بتعلق فيه، وتروح العجوز حق أم البنت قالت الحين الدور عليكم، اقنعي زوجك انها قولي لنا هذا منو اللي كله يقعد عندنا في البيت في الديوان ومن هالكلام، خليه يعني يفكر فيه كزوج حق بنته. وفعلا قامت هذه الام تسولف فيها زوجها، هذا منو؟ قال والله هذا رجل اجودي، وهذا اصلا من هني من 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 قبله، وكان عايش يعني في المملكة العربية السعودية لأن أبوه كان يشتغل هناك، والحين أبوه متوفي وأمه متوفي وما عنده أحد، وما شاء الله عنده خير وكذا. قالت شوفه يمكن ياخذ هالبنت هذه اللي قاعدة عندنا الحين بعد ما تطلقت. قال أنا شنو تبيني أعرض عليه؟ قالت لا يعني أنت يعني أنت ما تبي تتزوج، شوفه يمكن الرجال له نية. قال أشوف يصير خير، خلينا ندوخ شوية بالقات وافتح له الموضوع. طبعا على فكرة ترى مو كل اليمنيين يأكلون القات، لا لا مو كلهم، لا حشة والله، في بعض الأماكن فعلا فيها منتشر، الله يخلصهم من هالمادة. وبعدين ترى مو بس باليمن، في كذا دولة أفريقية ترى عندهم اللي هو موضوع القات هذا. المهم ماكم بالطويلة، وقاعد ويقوم عاد طبعا بتعليمات من العجوز، ويقوم هذا الشاب ويسولف والله يا عمي تدري اني كذا واحد تقدمت حق بنته فلان وفلان وفلان، صدق انه ما عطوني. افا انت ما يعطونك، اجل يعطون منه؟ قال اي والله اكل اكل اكل, أكل هلقاتك، تكفى هلقات هذا من يدي، تكفى من قوله من قوله، يقولها مقبوله وياكلها. قال والله صدق يعني ما عطوني وكذي قال صدق والله لو انك تجي تقدم حق بنتي اعطيك اياها الحين. قال صج والله عندك بنت حجي؟ قال لي عندي بنت بس ترى مطلقة. قال أبيها. قال أكيد
مو أخاف إن لاعب فيك الكات وقراراتك ما هي مضو. قال أبيها. عندك بنت أنت؟ دا منها بنتك أبيها، لأني أنا أبي أي شيء من ريحتك. قال الله شو النسيب اللوز هذا. قال يبا مبروك. قال عمي بعطيك مهر ولا تحلم فيه. قال له والله عاد انت ومدت ايدك اللي تقدر عليه. قال له مهرها 200,000 ريال يمني. خلصوا الفلوس بس نص حق الحجية العجوز هذه ومئتين ألف حق هذه، وصرف له 50,000 باقي له 50,000. انت خلص الموضوع للحين ما شربيت. المهم قال له تم وفعلا، ويملك على البنت ويعطيه المهر ويتزوجها، وتروح البنت عنده في البيت وطايرة لبسها ذهب ومستانسة وعرس ويحصل شيء ما كان لا على البال ولا على الخاطر. هذا يوم دخل على البنت هالجميلة اللي ما في مثلها في قبلة، الرجال سبحان الله كل ما يقرب منها يكش، ما يقدر يسوي معها شيء. ما له داعي يتعمق انا، بس مو قادر يسوي شيء معاها يعني كأي زوجين يعني بالدنيا. قال ما يخالف، هذه بداية، انا مصدوم من جمالها الظاهر. اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ويقعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين. قال لا لا انا فيني شيء، انا فيني شيء. ويقوم يروح حق عرافين وسحروا، يا جماعة ايش فيني انا كل ما قرب منها. قالوا لا بس هي يعني لا قربت منها. قال ما عندي واحدة ثانية. قال روح شوف لك واحدة مني ولا مني. وصدقون انه لا راح يسوي حرام، تمشي اموره عادي، لكن لا قرب منها البنت يكش سبحان الله. دعوة المظلوم تجيبك اكتاف. مالكم بالطويلة، وشهر ورا شهر شهر البنت مصدومة منه، انت ايش فيك، فيك شيء، تكلم. قال لها ما فيني شيء، بس ما ادري كل ما اقرب منك ما. قال تكلم جد انت، في احد مسوي لك سحر؟ قال من بيسحرني يعني، من بيسحرني انا ما اعرف الا انت يعني. ويحاول 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 هني. البنت كرهته، وقامت شوي شوي تعايره، شوي شوي تغلط عليه، شوي شوي تنمر عليه. هديت زوجي هل بغير، لكن كان رجال. خذيت واحد عشان فلوسه لكن ما هو رجال. وهذا يستخف ويقعد بينه وبين نفسه. قال والله رب العالمين هم موفقني أنا بهالسالفة هذه، لكن الحين شو أسوي، راحت فلوسي وماخذ بنت الناس، ما أقدر أسوي شيء يعني. بات لو تبي تطلب الطلاق على هالسبب يطلقونها أصلا، واطلع أنا بالفضيحة لا من فلوسه ولا من سمعه. ويروح حق أبو البنت. قال له يا عمي بسولف لك سالفة الله يخليك، لكن لازم تقدر وضعي. قال له شنو؟ قال له والله يا عمي ماني عارف صاير، لكن كل ما أقرب من البنت ما أقدر أسوي شيء وكذا، ويمكن أنا تعبان ولا مريض ولازم أطلع برا أروح أتعالج. قال مش تبي يعني؟ قال يا عمي أنا برجع لك البنت، وإذا ترد لي المهر زاك الله خير، ترى والله العظيم خلصت فلوسي، ويعني لو تعطيني شوية من المهر يعني اللي أعطيتك إياه. ويفصل عليه الأبو. قال أنت تتكلم جد؟ إحنا نلعب وياك؟ قم اطلع برا، قم قم. إذا أنت رجال ترى زوجتك عندك، إذا مو رجال طلقها وقلب وجهك، يلا اطلع برا. ويطلع الزوج مستخف، الحين كل هذا سويته وخسر كل شيء. ويروح البيت لكن معاه خنجر، ويمسك البنت ويضربها ضرب ويربطها. وش سوى فيها؟ قام قطع ايدينها من المعاصم، الكف هذا قطعه
الايدين، والبنت تصيح يغمى عليها من يعني من الالم، ويقوم يجرح بفخاذها ويجرح بالوجه. ليش؟ علشان ان عاشت ما يجي واحد وراه يتزوجها. شوه الجمال هذا وتركها مربوطة وهي تنزف. وقبل لا يهج من المدينة مر على العجيز ويطق الباب وتطلع للعجيز، أو يضربها كف خلاها تلف حوالين نفسها، قال روح شوف البنت ترى أنا قطعتها وشوف إذا تلحقين عليها. هذا عجوز انجنت ما تدري شو صاير. وفعلا يوم دخلت على البنت ولا مقطع، بلغت أمها، وتجي أمها تغمى عندها وتروح حق أبوها، وأبوها ينجن والعالم تدور عليه، والبنت خذوها ودوها المستشفى. لكن صحيح أنها عاشت، لكن قعدت طول عمرها مشوهة، لا عندها إيدين حتى ما تقدر تاكل، ولازم أحد هو اللي يوكلها ويشربها ويشيلها ويجيبها، والوجه مشوه. وحصل فيها فعلا مثل ما خططت إهي وأمها والعجوز، وتبلوا على زوجها الفغير. طبعا الزوج هذاك بعد ما طلقها تزوج واحدة وبنت حلال، وأبوها عنده خير، وهذاك الرجال بعد ما قصر معاه ورب العالمين فتح عليه وعاش، ولا درى عن هذه ولا عن جمالها. وقبل أن أنهي القصة، هالقصة هذه كتب فيها قصيدة للشاعر عبد الرحيم تويتي، شاعر يمني معروف.